مغلق بداعي النزوح والتهجير من البيوت والمدارس إلى المجهول، وهائمون في الأرض بسبب قصف النظام وروسيا، باحثين عن بقعة آمنة لهم ولأطفالهم. هذه السيول البشرية المتدفقة باتجاه الحدود التركية والقرى الأكثر أمناً، وصفته صحيفة لاكروا الفرنسية بقطاع غزة في تقرير لها عن الوضع المأساوي في إدلب وريفي حلب الغربية والجنوبي. عفرين إحدى وجهات النازحين، ونتيجة لتزايد أعدادهم قامت مجموعة من الشباب بمبادرة توزيع مواد التدفئة والسلل الغذائية على النازحين القادمين. كانت المبادرة بعد ما شفنا المخيمات انتشرت بين الغابات والأشجار بشكل عشوائي، تم طرح هذه المبادرة لتزويدهم بمادة الخبز وبعض السلل الإغاثية وتزويدهم أيضا بحطب التدفئة. غالبية النازحين هم من النساء والأطفال، وجدوا في سهول قط ما بين الغابات الشجرية في ريف عفرين ملجأ لهم من القصف، وبعيدا عن ضجيج الطائرات باحثين عن الدفء فقط في هذا الشتاء البارد عليهم. نحن هون حوالي 35 عائلة، أغلبيتنا نساء، أرامل، أزواجهن معتقلين، أزواجهن مو موجودين، أنه المخيم ما يضم رجل أبداً، يضم أنه شخص جابنا لهون وهو هلق المتكفل فينا ومسؤول عنا، عم يحكي مع منظمات أهل الخير يجوا يساعدونا. في عالم إجت أعطتنا صوبيات وزعت لنا كيسين حطب، كيسين حطب إيش بده يعملوا بجو شتوية والجو هلقتين، يعني الحرارة تحت الصفر وبرد، نحن يعني حريمات وأطفال معانا صغار ما يتحمل هالوضع أبداً. قليل من الحطب وبعض المواد الغذائية أو لعبة بسيطة بيد هذه الطفلة التي حرمت من كل شيء باكراً، ربما تعينهم في مستقرهم المجهول الأفق، ينتظرون بارقة أمل أو فرج قريب لمحنتهم.